ينضم إلينا هاتفيا من غزة الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء. بعد التحية، يعني أهلا بك دكتور. هناك عواجل تتحدث عن نفاد الوقود في المولد الرئيسي في المستشفى، والآن لجأتم إلى المولد الثانوي، لنتحدث عن هذه الجزئية. يعني للأسف بالتأكيد هذا ما حدث الآن قبل حوالي ساعتين. يعني كمية الوقود الموجودة لدينا كمية قليلة، ادخرناها للأقسام الحيوية الموجودة في مجمع الشفاء الطبي، لأقسام الحضانة والعناية المركزة وأقسام العمليات وأقسام الطوارئ ومحطة توليد الأكسجين والمختبر. ولذلك أطفأنا المولدات الرئيسية وأصبحنا نعمل على مولد ثانوي للمحافظة على حياة هؤلاء الناس، لأن هؤلاء الجرحى في هذه الأقسام العناية المركزة والحضانات وأقسام غسيل الكلى لا يمكن بحال من الأحوال أن يبقوا على قيد الحياة ولو لدقيقة واحدة، لأن معظمهم مشبوكون بأجهزة التنفس الاصطناعي. وهذا طبعا يعني اضطررنا إلى توفير، يعني حتى نمد أكثر ساعات من العمل في هذا المولد لإنقاذ حياة المرضى والجرحى والأطفال الخدج. طبعا هذا الشيء مؤسف، حيؤثر على بعض المرضى في الأقسام الداخلية، لكن ما باليد حيلة، هذا ما لدينا حتى نستطيع يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه. الوضع يعني أصبح الآن يعني خرج عن السيطرة تماما. مجمع الشفاء الطبي والمجمع الأكبر على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو عصب الحياة داخل قطاع غزة. إذا خرج هذا المجمع عن الخدمة سيكون له تداعيات، وليس على المرضى والجرحى داخل مجمع الشفاء الطبي، ولكن على كل قطاع غزة، لأنه هذا المستشفى يتم تحويل الحالات الصعبة والمستعصية له من كل أنحاء قطاع غزة، من مستشفى الأندونيسي ومستشفى الأقصى ومستشفى الأوروبي ومن كل المستشفيات. لذلك نحن على يعني دخلنا في الهاوية ولسنا على اعتاب الهاوية. عندما ينطفئ هذا المولد كنا نعمل بقيمة 4.1 ميجا وات، الآن نتحدث عن 1.3 ميجا وات، هو المولد الوحيد الذي يعمل في ظل وضع سيئة جدا. الجرحى يأتون كل دقيقة كل ثانية، المستشفى ملأ بالجرحى، الأقسام العمليات ملأ بالجرحى، أقسام العناية المركزة ملأ بالجرحى، أقسام الطوارئ ملأ بالجرحى، وأيضا هناك نازحون ما يعادل 60,000 نازح لجأوا إلى مجمع الشفاء الطبي، واليوم يمكن العدد تزايد عندما تم تهجير كل مخيم الشاطئ القريب من المجمع، لجأوا إلى هذا المجمع في وضع سيء ومأساوي للغاية. ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي تصر على قصف المستشفى وترسل الإنذارات للمستشفى ولأيضا المرضى بضرورة مغادرته. دكتور أخت الكريمة، يعني لا يمكن إخلاء مجمع الشفاء، ولا يمكن أي مكان لا في قطاع غزة ولا في الضفة الغربية استوعب عدد الحالات الموجودة في مجمع الشفاء الطبي. لدينا حوالي 60 مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي في أقسام العناية المركزة. لا يوجد أي مكان لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة يستوعب هذا العدد من الجرحى من أسرة العناية المركزة. لا يمكن عندنا قسم الخدج والحضانة، هو القسم الأكبر على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، لا يمكن أي مستشفى في قطاع غزة أو الضفة الغربية لا خاص ولا عام أن يستوعب هذا العدد. لدينا 57 مكنة غسيل كلى، لا يمكن أي مكان يستوعبهم. لدينا غرف عمليات، لدينا 750 مريض الآن في المجمع. لا يوجد لا من الناحية اللوجستية ولا العملياتية ولا من أي ناحية كانت بإخلاء هؤلاء المرضى. إذا أخلينا هذا المستشفى وذهبنا الطواقم الطبية سيموت هؤلاء المرضى والجرحى في على أسرتهم، ولن يكون هناك تقديم الخدمة لهم. لذلك هذه التهديدات لن تخيفنا، سنبقى نعالج المرضى والجرحى، وهذه التهديدات عارية تماما عن الصحة. مجمع الشفاء الطبي كما يعلم الجميع هو الذي يستقبل كل الوفود الطبية والأجنبية. قبل يومين كان عندنا ممثل الصليب الأحمر الدولي وممثل لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأوتشا ومنظمة كل المنظمات الدولية تأتي إلى هذا المجمع، وأعتقد أنه لو مكان غير آمن لم تأتي عليه كل الوفود الأجنبية والدولية. فهذا عار عن الصحة، وما نعم. يدعي به الاحتلال عار تماما عن الصحة. طيب دكتور محمد، الأخبار اليوم ولعلك تابعت ما صرح به رئيس أركان الجيش الإسرائيلي فيما يتصل بمسألة الوقود تحديدا، أنها مهمة. هم قالوا بشكل أو بآخر أن إسرائيل ستسمح بمسألة تسليم الوقود تحت الإشراف إلى غزة، ويقولون بين قوسين إذا نفد من المستشفيات هناك بالفعل. يعني صيغة تشكيك فيما تصرحون به دكتور، هل يعني هذا الأمر له أي أخي الكريم في أكياس فضل
نحن يعني في وزارة الصحة وفي مستشفى الشفاء، أي ضمانات يريدها الاحتلال وغير الاحتلال لإدخال الوقود للمستشفيات فليفعلها. نحن لا نعمل أي يعني فيتو أو أي تدخلات في هذا الموضوع. إذا أراد الاحتلال عن طريق الصليب الأحمر أو عن طريق منظمة الصحة العالمية أو على طريق وسطاء أو أي طريق أراد بها أو حتى عن طريق طائرات وهي تسير القافلات، كل مستشفى يسيرها بالطائرات أو يضع مجسات في دماغها، ليس عندنا أي اعتراض، نريد الوقود بأي طريقة إن كانت إلى المستشفى. حتى هذا دكتور محمد، وأسف المقاطعة، عادت يعني صحيفة تايمز أوف إسرائيل يعني في مسألة الوقود ونقلا عن مكتب نتنياهو في بيان شدت فيه إلى أن رئيس الوزراء لم يوافق حتى على هذه الخطوة. ما دي مشكلة، هم يريدوا قتلنا تماما صراحة، هم يريدوا قتلنا. الآن نحن على استعداد أي ضمانات يريدها هذا العدو من أي جهة كانت أن يدخل هذا الوقود إلى المستشفى ويضعها في المستشفى بما يشاء، يضع مجسمات تحت الطائرات يراقبها، يدخل دوليين. نحن ما نريده في المستشفى كأطباء، نريد أن نعالج هؤلاء الجرحى والمرضى، نريد أن نبقى على حياتهم. يعني قسم الحضانة لو طفأ عنه الكهرباء سيموت حوالي 50 طفل، هؤلاء الأطفال خدج جاءوا إلى أهليهم بعد انقطاع عن الإنجاب عشرات السنين، منهم من 20 عاما ومنهم 18 عاما. تخيل وتصور ماذا المأساة التي سيكون فيها لو توفوا هذول الأطفال في حصان الحضانة. هذا وضع كارثي، وضع لا يمكن، لا مر لا في العصور الوسطى ولا في النازيين ولا في الهولوكوست ولا في أيام البوسنة والهرسك ولا في أي مكان في العالم. دكتور، أن يقتل الأطفال. نعم، يعني إلى متى سيكفي الوقود الموجود في المستشفى لخدمة يعني هؤلاء المرضى؟ ومن ناحية ثانية، ما هي المستلزمات الطبية والأدوية التي تحتاجها المستشفى، خاصة بأن هناك بعض المساعدات الطبية التي بدأت تدخل إلى قطاع غزة؟ هل تكفي لمستلزمات المستشفى من أدوية وغيرها؟ يعني أختي الكريمة، كل شيء يحتاج قطاع غزة. عندما نتحدث عن 11,000 ما بين شهيد ومفقود، ونتحدث عن أكثر من 22,000 جريح، هذا يدل على مدى الحاجة التي لدينا. كل شيء بس بدأ ينفذ في قطاع غزة، المستلزمات الطبية وخصوصا أدوية الطوارئ وأدوية العمليات وأدوية التخدير وأدوية تثبيت وأجهزة تثبيت الكسور وأجهزة العمليات، كل شيء بدأ ينفذ. هذا العدد الكبير من الجرحى لا يمكن على منظومات طبية سليمة كبيرة ليس محاصرة أن تقوم بهذا على أكمل وجه. فمالك نحن الآن، نحن نريد سيل من المساعدات الطبية، سيل لا ينتهي على مدار الساعة حتى نستطيع يعني التقاط عافيتنا نوعا ما. كل شيء بدأ ينفذ الآن ونفذ، ونقومنا عندما يعني بالأمس تم قصف مخبز الشرق وهو قريب من مستشفى الشفاء، دفعة واحدة ما وصل إلى المستشفى حوالي 140 إصابة دفعة واحدة. هؤلاء، ناهيك عن الشهداء، هؤلاء منهم 70 يريدوا عمل عمليات في لحظة واحدة. أي مستشفى سيتعب هذا الكلام؟ فقمنا بعمل عمليات بدون تخدير وعلى الأرض حتى ننقذ من يمكن إنقاذه. الوضع صعب جدا عندما يتم تدمير مدارس على أكملها أو بيوت على أكملها، عندما يتم تدمير بناية فيها 200 شخص من 9 طوابق على رؤوس ساكنيها. الوضع يعني خرج تماما، حتى ثلاجات الموتى اليوم يعني قبل أسبوع أتينا بثلاجة لحفظ الخضار حتى نستطيع يعني حفظ الجثث الشهداء فيها. نعم، الثلاجة امتلأت تماما. هو دكتور محمد، طبعا يعني كلمات حضرتك تؤكد مأساوية المشهد، لكن اسمح لي أن أسألك عن مسألة إن كان من المفترض أن يكون هناك دفعة ثانية تدخل مصر في ما يتصل بحالات الإصابة، لكن الأخبار المتداولة كان هناك صعوبة أو ربما منعت إسرائيل طريق هذه الدفعة الثانية، تقدر أعتقد ب31 أو أكثر أو أقل قليلا. ما ظروف ما حدث اليوم؟ وأنا شاهد على هذا الموضوع، لأن من عندنا من المجمع خرج هناك مرضى، خرج جرحى وكان من المفترض أن يذهبوا إلى جمهورية مصر العربية ليتعالجوا بسبب صعوبة حالتهم، لكن الاحتلال قطع قطاع غزة الآن من عند ما يعني من وسط قطاع غزة، وفصلها عن غزة والشمال عن الجنوب والوسط، وأي سيارة تتحرك على أطلقوا النار عليها دكتور، يعني حتى سمعت بعض المصادر تقول ذلك. صحيح، على سيارات الإسعاف. سيارات الإسعاف، نعم، أطلقوا النار على سيارات الإسعاف. تخيل
تخيل مدى الاجرام. يعني هذه سيارات اسعاف معروفه ستخرج الى تتعالج جمهوريه مصر العربيه مشكوره لان حالتهم صعبه، يتم اطلاق النار عليها وهي معروفه سياره اسعاف. وللعلم تم الحديث مع الصليب الاحمر الدولي انها ستكون هناك قافله اسعاف تخرج عبر هذا الطريق وهذا الطريق. لكن الاحتلال قصف يعني اطلق النار على سيارات الاسعاف، ويعني هو اطلق النار على السيارات بعدها كمان، والان اصبحنا يعني في حيره من امرنا. ما الذي يريده الاحتلال؟ كم من الشهداء ويريد العالم كله، كم من الشهداء يريد العالم من هذا القطاع حتى تنتهي هذه الحرب وهذه المأساة وهذه البيضرة؟ دكتور يعني هناك أيضا قصف في قريب من المستشفى وقصف في قطاع غزة عنيف هذه الليلة، ما هو وضع المستشفى ووضع يعني النازحين في محيط المستشفى في ظل هذا القصف العنيف؟ وضع صعب جدا جدا جدا، وضع القصف في كل مكان المستشفى، يعني ارتجاج في كل اماكن المستشفى. مخيم الشرطة يبعد عنا حوالي 500 متر، كل النازحين في مخيم الشرطة اتوا الى المستشفى الان. الان يعني لو كاميرا قناتكم تتجول في المستشفى ستجد المأساوية بعينها، كل ما اتكلم به هذا لا يساوي الشيء مع مأساوية الحدث ومأساوية المكان. الان الظلام دامس في كل المجمع، هؤلاء النازحين الان بدون اي كهرباء، 60,000 شخص بدون كهرباء، يعني بدون ماء، الجرحى في الطرقات، يعني قسم الطوارئ مثلا الان لدينا، انا في الاصل 60 طريق 60 سرير قسم طوارئ، الان لدي 140 جريح في هذا القسم لا استطيع ادخاله من المستشفى لانه لا يوجد اي سرير داخل المستشفى. كل الكلام صعب جدا، يعني هذه باعتبارها اباده جماعيه لكل شيء. وكيف تتعاملون في ظل يعني هذه الظروف؟ يعني المرضى في الخارج كيف يتم التعامل معهم؟ نتعامل صراحة بنظام المفاضلة بين الجرحى، يعني نعمل لهذا ونترك هذا، يعني وهذا مؤلم. اختيار صعب جدا يا دكتور، هذا اختيار صعب جدا جدا على الطاقم الطبية أن تعمل هذا وتترك هذا. هذا نظام يعني يجبرنا عليه إجبارا، لكن نريد أن ننقذ أكبر عدد من الجرحى. على سبيل المثال لو هناك جريح يحتاج 7 ساعات عملية نتركه، لأنه في ال7 ساعات هذا ممكن أن ننقذ 10 آخرين يحتاج واحد عمليته ساعة أو ساعتين. فتخيل مع ان الذي يحتاج ال7 ساعات ايضا هي روحه وانقاذه ايضا مهم. نعم، لكن ليس باليد حيله، يعني نريد ان ننقذ اكبر عدد من الجرحى. عندما نتحدث ان ننقذ شخص ونترك 10، على سبيل المثال يعني عندي 12 غرفه عمليات في المجمع، عندما ياتيني 70 شخص يريدوا عمليات بشكل يعني ايميديتلي على بسرعه، يعني انا افاضل بينهم وبقوم اعمل له عمليات في الطرقات وحتى بدون تقدير، حتى لو كان هناك نوع من الألم، لكن إنقاذ حياته مقدمة على أنه أفقد حياته. وهذا طبعا هذا يعني هذا لا تحدث إلا في الحروب اللي بنسميها في الوور سيرجن، في 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 جراحة الحروب. يعني أصبحت المستشفى لدينا كأنك في تعمل عمليات داخل ساحة معركة لكثرة الحالات وصعوبة الحالات، ولا نستطيع التعامل مع كل الحالات. ناهيك طبعا عن الأمراض الأخرى، يعني هناك يعني مرضى السرطان، مرضى القلب، مرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى الآن لا ننتبه إليهم، ومنهم من يتوفى ونحن لا ندري عنه صراحة. يعني بالتأكيد هذه الأمراض المزمنة أيضا وعدم توفر الدواء والعلاج. كل يوم يتوفى هناك من بالجلطات القلبية ونحن لا ندري عنه، يتوفى يعني بصمت. اليوم توفي 4 من مرضى السرطان عندما خرج مستشفى صداقة تركي عن الخدمة، ماتوا لانه شهر لم يتلقوا العلاج الكيماوي وماتوا في اماكن النزوح. للاسف وضع مؤلم دكتور، يعني نتمنى السلامه للجميع ونتمنى ان ينتهي هذا الكابوس. كل الشكر لك دكتور محمد ابو سلميه مدير مستشفى الشفاء، كنت معنا على شاشه القاهره الاخباريه.